السلام عليكم، أنا من مدينة فاس وجيت نتبحر في الشمال بمارتين، مدينة مارتين. ما شاء الله ما شاء الله، الأناقة والاستقبال والمعاملة، الله يحفظ الشمال كله، ما شاء الله عليكم، الله يحفظك الله يحفظك. السلام عليكم، أنا من مدينة مراكش، جيت هذا الأسبوع لهذا التطوان. صراحة الأجواء زوينة، البحر نقي، هادشي اللي كاين، وجيما كوكب. لا لا تبارك الله، داكشي نقي والنظام، الله على داكشي اللي عطيهم الصحة تبارك الله عليهم، هادشي اللي كاين. الله يعطيك الصحة الحبيب. السلام عليكم، لاباس؟ كي درتي مارتي الغزال؟ أنا كل عام كنجي لهنا نعيد، كندوز هنا العطلة، غزال مارتي واخا الدار عندنا هنايا، كنجي هنا قبالة البحر. وتبارك الله عليكم، تبارك الله على الشمال، غزال غزال غزال، مارتي الغزالة. الله يعطيك الصحة. كيفاش جاكم من ناحية الأمن؟ الأمن بخير، الأمن دائما مفتخرين بالأمن هنايا في مارتيل وفي الشمال كله. لا الحمد لله. الله يعطيك الصحة، شكرا. السلام عليكم، أنا اليوم غادي نبحر في مارتيل، عجبني البحر عجبني البحر وصحة وراحة. السلام عليكم الإخوان، أنا جيت من ملاقا وكنعيش في ملاقا، وجيت لهنايا باش ندوز الصيف ديالنا. و مدينة تطوان زعما لا عمرها دراس واعرة زعما، و البحر ديالنا أنت كتشوف كيما كتشوف كلشي كيجي ليلو، كيتسمى المغرب كامل كيجي ليهم، على برا الناس كيجيو يبحروا هنايا كيتسمى. الناس الجالية غير يجي، أقسم بالله أحسن بحر هي هنايا صح، أنت كتشوف بنادم كامل كيجي لهنا صح. ديك الساحة خاو. السلام عليكم، كنوجه التحية للساكنة ديال تطوان، تبارك الله عليهم، كاين تنظيم في بالنسبة للمدينة، وتا الشاطئ نقي، وصراحة الأجواء زوينة، جينا اليوم وتمتعنا بزاف، وكنشكر الجالية نتاع المغرب، وتنشكر تطوان، وشكرا بزاف على هذا التنظيم هذا، وتحية لولاد مراكش، وتحية لتطوان، والمغرب كامل، كنوجه تحية، شكرا. الشاطئ زوين ونقي. تبارك الله على المنظمين وفاتحه كما العالم، تحياتي. مدينه تطوان زوينه هي ومارتيل في نطاق كاسيخو، خاوة خاوة الناس ديال تطوان حنا معاهم، وغدا لعب الماس والجاي ان شاء الله غادي تربح الماس 2-0 ولا بيلانتيات ونطيحوا مع الرجاء وغادي نداو كاس العرش، تحياتي. السلام عليكم، انا مشاون وكنجي في الصيف من بحر في مارتيل، وكنصح كلشي الجاليه تجي بحر في مارتيل، احسن بحر في الشمال، وبصحه وراحه. السلام عليكم، معكم مهدي احرق مارتيل، شحال نقول لكم، مرحبا بالناس الداخل من الجاليه، باي واحد صبحي راه هنايا مدخمه، اجي تصيف مع العائله ديالك، الحمد لله ما كاينش الشفاره ما كاين حتى شي حاجه، الامن عامل شغله، والناس ديال الشامل نتوما كتعرفوهم، الله يعمر السلعه، مرحبا بكازا فاس مكناس اي دوله في المغرب، مرحبا اي كنقول له اي مدينه في المغرب مرحبا بها العائله، الله يحفظك، الله يكبر بك. وأجواء شنقلك هائلة، الأمن في المستوى الجيد، النظافة كذلك، زعما بحر رائع، وحتى الناس كيحترموا البيئة، وش نقول لكم من ناحيه الانيماسيون هذا العام حتى هي في المستوى الهائل، كاين هاد لا كوب كونتيننتال دونك ديال فولي بيتش، زعما انا كنحيي من هاد المنبر كنحيي المسؤولين على هاد المجهودات اللي كيبذلوا في تحسين هاد جودة هاد البحر. من ناحية رسالتك للمغاربة الخارج والمغاربة الداخل؟ وبالنسبة للمغاربة الخارج أنا كنقول لهم مرحبا بهم، يجيو يتمتعوا بهاد يتمتعوا بمارتيل، وهاد البحر هذا هي صراحة راه هاد جمالية البحر راه تضاهي البحور ديال اوروبا سانسيرمون، والله زعما صحه وراحه، من ناحيه النظافه، من ناحيه النظافه والامن والامن بالخصوص، زعما
الواحد يتجول ليل نهار وليل بدون مشكل. الله يعطيك الصحة. الله يبارك. Je suis très content d'être ici, d'être au Maroc, dans un cadre assez particulier qui est extraordinaire. Et c'est une joie pour moi parce que je viens d'un pays continental qui est le Niger, qui n'a pas accès direct à la mer. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager la vidéo.